وهو الأستاذ المساعد الدكتور حسام عدنان الياسري من كلية الآداب جامعة القادسية، حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. ألف العديد من الكتب والدراسات والبحوث العلمية، من أهمها ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة دراسة ومعجم. وفي مجال البحث العلمي اشتغل بموضوعات التحقيق ودلالة الألفاظ والقراءات القرآنية والمقاربة اللغوية، وأشرف على العديد من الرسائل والأطاريح الجامعية وناقشها، وكذلك ساهم في تقويم العديد من البحوث العلمية، وشارك في جمهرة من المؤتمرات العلمية والندوات داخل العراق وخارجه. فأهلاً ومرحباً بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، حيث عندك ولديك ومنك وفيك هذا العلم والمعرفة التي استقيناها، والتي نأمل أن نكون عند حسن ظنك في أسبوع الإمامة الدولي الثاني برعايتك وعنايتك وتوفيق أخيك عليه السلام. السادة الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والمراتب، العلماء الأجلاء، الشيوخ الأعزاء، أساتذة الأكاديميون، صباح مبارك وأصبوحة كريمة، حيث أقف تلميذاً صغيراً بين أيديكم وبين يدي الإمام الهادي عليه السلام، لأقول في كلامه ما لا أجيزه لنفسي لقلة منزلتي لديك عليك السلام، أنت والإمام العسكري عليه السلام، حيث كنت أأمل وهو ليس لي أن نكون عندك في يومك وأسبوعك، وهو مقترح لعل سامراء تكون لدينا ونكون عندها. آمين رب العالمين، وصلى الله على محمد، حيث تعبيرك راكب الحرون أسير نفسه والجاهل أسير لسانه. استفزني إخوتي الأعزاء، سادتي الكرام، هذا القول في جانبه اللغوي والتعبيري على كثرة ما لديه من كلام وإسهاب ما كتب عنه في لحاظ قوله ومنزلته التي نسيت، وربما والبركة في كل من حضر لا تنسى إن شاء الله وستبقى دائمة سرمدية. هذا التعبير إخوتي وأساتذتي وسادتي الكرام فيه ما دعاني إلى وضع إشكالية لعلي لا أسبق غيري فيها، وهي كيف أن للأئمة عليهم السلام ومنهم الإمام الهادي عليه السلام هذا الكم من التعبير والقول والمقول دون أن نعتني به نحن اللغويين؟ كيف لنا أن نسمع هذا النص وأمثال هذا النص فيما صح صدوره عنهم لفظاً ومعنى دون أن نقف عنده ونضع له ما يسمى في تعابير أهل اللغة من مضى منهم ومن هو معاصر أعزهم الله ورحم من مضى منهم في نظرية النظم لكلامهم عليهم السلام تحت نظام اختطه علماء اللغة السابقون، مفاده أن ليس للحديث النبوي ويلحق به كلامهم عليهم السلام من جواز الاستدلال والاحتجاج، بلحاظ أن أهل اللغة وضعوا معيارين هما زمان ومكان للنص. بطبيعة الحال أن الزمان قيد بسنة 150 للهجرة عند أهل اللغة، وأضرب مثالاً عليهم لعلي لا أختزلهم به، وهو ابن جني المتوفى سنة 92 بعد 300 للهجرة.
وقيد موضع ومكان النص المحتج به في قلب جزيرة العرب إبان سماع اللغة من أهل اللغة، حتى لا أبتعد عن قول الإمام يجعل هذا المنطلق إشكالية في ضرورة أن نجلب أقوالهم صحيحة الصدور القطعية النص لفظاً ومعنى، حتى ندفع إشكالية عند اللغويين الذين يريدون ربما أن يحتجوا علينا وعلي دونكم في أن ليس لك لأنه روي بالمعنى، أو ربما روي بتناظر الألفاظ وتعاورها وتبادلها. غير أننا عندما نصل إلى نص صادق صدوره لفظاً ومعنى عنهم، ومدونتنا الحديثية كبيرة ومتنها واسع، بإمكاننا أن نضع لهذا النص للإمام الهادي وما جاء بعده وما تلي عنه وما أخذ منه عن آبائه عليهم السلام نظرية نظم وأسلوب تحليل ونظام تعبير لغوي، نضع على أساس منه ومنوال أحكاماً لغوية صوتية صرفية تعبيرية نحوية تركيبية، فضلاً عن المعنى اللغوي المعجمي أو المعنى اللغوي غير المعجمي السياقي الذي هو يمثل تطور الألفاظ ودلالتها، على بساطة مع أن يسمح لي الإمام أن أقول بساطة هذا التعبير، لأنه من السهل الممتنع، راكب الحرون أسير نفسه والجاهل أسير لسانه، مع ما فيه من إرشاد وتوجيه كلكم يعرفه، غير أن إمكانيته في التعبير وصياغته الدقيقة التي لا أدعي دقتها بلحاظ العاطفة بل بلحاظ الوعي اللغوي، الذي أدعي متواضعاً بينكم أني تعرفت وتعلمت عليه على أساتيذ الكرام الذين درسوني. هذا التعبير من منطلق نظام صياغة الجملة ومن منطلق نظام صياغة التراكيب بتوظيف الأبنية الصرفية التي اعتادتها العرب في كلامها، يشتمل على مزايا ربما لا يجيدها من كان في زمنه ومن كان معاصراً له حتى من أصحاب الفصاحة الذين ورثوها عن غيرهم. نعم، إنه عليه السلام، بلى إنه عليه السلام كان متوفياً بعد 54 و300 للهجرة، وهو بعيد جداً عن عصر الاحتجاج اللغوي زماناً ومكاناً، بلحاظ أنه في سامراء، على فرض أنه أصدر النص في سامراء وأنه تجاوز حقبة أهل اللغة في معيار التقييد، إلا أن النص يمتلك من القدرة اللغوية التعبيرية ما يمكن أن يسمى عند علماء الدلالة بمهيمنة المعاني ودقة التعبير باستعمال مفردات من قبيل كلمة الحرون التي تمثل في هذا الاستقراء للتعبير الهادي لتعبير الإمام الهادي عليه السلام هي مهيمن النص دلاليا، لأننا عندما نرجع إلى المعجم العربي نجد أن كلمة حرون توصف بها، وحاشاكم الله وأجلكم، توصف بها الدواب التي تقف فجأة أو تستدرك سيرها فتقف بغتة، وهذا مما يصيب راكبها بالهلع، وربما يلوم نفسه على أنه ارتقاها أو تقمصها، أو أنه مثلا ارتقى دابة شموسا بحيث تفاجأ فيما وقع فيه. كذا جاء الإمام إلى القطب الثاني والعبارة الثانية من النص فقال على سبيل التشبيه على قراءة المتواضعة، ليس التشبيه الذي نعتاده بالكافي والمشبه والمشبه به، على سبيل استعارة التعبير، فقال إن الجاهل أسير لسانه كما أن راكب الحرون أسير نفسه، لأنه هو من أوقعها على أنه أحمق وحاشاكم وجلت أسماعكم، فلم يتدبر ولم يتبصر، فكان لسانه
طيلسانه أو طيلسانه، على هذا التعبير أخوتي وسادتي الكرام الأفاضل بإمكاننا أن نفهم لهذا النص مديات من الاتساع الدلالي على حد علماء الدلالة، وإمكانيات من التحليل النسيجي للغة بأنها بدأت بجملة من الأبنية الصرفية الاشتقاقية، وهو هيمنة بناء فاعل الذي يقول عنه علماء الكوفة من اللغويين والنحويين إنه فعل دائم بلحاظ تجدده، بلحاظ استمراره زمناً، بلحاظ تأثيره على المتلقي، بلحاظ كونه ممتد إذا كان الإنسان يريد أن يكون مأسوراً. على حد اللغويين أنهم يقولون إن بعض هذه الأبنية الصرفية تؤول بغير مشتق آخر، وأنتم أعرف مني بذلك، بحيث أني أستطيع أن أؤول كلمة قدير مثلاً بمعنى قادر وبالعكس. هذا يسمى في الدرس الصرفي بالتأويل الصرفي للأبنية الصرفية، بحيث أني أفهم معان جديدة للبناء، فهو مأسور وأسير، بحيث صارت البنية الصرفية في الطرف الأول من النص وفي الطرف الثاني من النص قابلة للتأويل وفهم معنى ودلالة جديدة تتضح فيها مزية أن الإنسان ينبغي أن لا يكون أسيراً ولا يكون مأسوراً في آن واحد، فليتخلص منهما معاً. بلحاظ آخر أخوتي الأعزاء سادتي وأساتذتي الكرام النبلاء، بلحاظ آخر أن في علم لغة الناس الذي يعد منهجاً تحليلياً ربما هو جديد قديم في دائرة التعبير اللغوي الآن، أن في هذا النص ما يسمى بالتوازي التركيبي أو التوازي الجملي أو التقابل الجملي. فجملة الطرف الأول راكب الحروني أسير نفسه مكونة من مبتدأ ومضاف إليه، والجملة الثانية التي هي تمثل النسج الثاني والمقابل الثاني للتعبير والمعنى الآخر الذي يعكس على المعنى الأول، الجاهل أسير نفسه، فهي إفرادية وتلك مركبة. وفي نمط التوازي التركيبي عند علماء الناس يقولون إنه ينبغي أن تكون في الأصل قاعدة مفادها أن التوازي والتقابل ينبغي تناظر الجمل فيه، إذا كانت الأولى إفرادية فالثانية إفرادية، وإذا كانت الأولى مركبة أو مضاف ومضاف إليه على تنوع الإضافة في علم اللغة وعلم الصرف وعلم النحو ينبغي أن تكون الثانية منها. في تعبير الإمام كانت الأولى مركبة والثانية إفرادية، لأن الجاهل واحد وإن تعدد، والأول راكب الحرون ربما يكون نمطه تعدده مع يعني اعتذاري عن هذا الفهم الذي ربما يكون فيه نظر، ربما يكون أقل من الجاهل في دائرة اللوم والعتاب والتقريع، لذا كانت مهيمنة النص الدلالية وانفتاحه على المعاني الإرشادية واسعة بإمكاننا أن نفهم منها هداية، رعاية، أبوة، إمامة، إرجاعا إلى طريق الحق والاستقامة. كان قوله عليه السلام من السهل الممتنع عودا على ذي بدء، لأن الناس الذين خاطبهم أو الذين إياك أعني واسمعي يا جارة هم من الناس الذين يمكن في زمن النص بحاجة إلى هكذا مستوى من التعبير اللفظي، بهم حاجة إلى هكذا مستوى من التعبير اللغوي الدلالي، بهم حاجة إلى هذه البساطة إذا صح القول من نسج الألفاظ وتعبيرها. كان عليه السلام وريث أجداده في الفصاحة والبلاغة والبيان، كان عليه السلام يتمثل في قراءة المتواضعة قول جده أمير المؤمنين عليه السلام: نحن أرباب الفصاحة والبلاغة، وعلينا تهدلت غصونها، وفينا تنشبت فروعها، فمن اللازم بمكان، وهي هذه الفكرة المحورية للبحث الذي إن شاء الله يفتح آفاقاً
جميع من يبحث في أقوالهم عليهم السلام حتى نعيدها إلى دائرة الضوء اللغوي والتحليل الأكاديمي التعبيري. حال هذا الذي يأخذ حالنا حال الذي يأخذ مقولات أخرى من نصوص فصيحة عالية أو متوسطة العلو في بلاغتها وجودة تعبيرها لدراستها لغويا أكاديميا. من الطبيعي بمكان أن يكون الإمام الهادي والعسكري عليه السلام في أقوالهم هم متوننا للدرس والبحث والتنقير والتوقير لاستكناه المعنى ومعرفة النص بمزاياه بمغزاه ومعناه ودلالته وما يمكن أن يدوم به الزمان والمكان. كان لهذا البحث جمهور من النتائج اختزلت في خمس كان في طليعتها أن هذه المقولات ينبغي أن تحقق وأن توثق وأن تعارض وأن تقابل بغيرها مما قيل عن أئمة أهل البيت عليه السلام حتى نعرف وقع النعل على النعل مع التقدير والاحترام، وهذا مقتبس حذو الكذا على الكذا لنتخلص من دائرة أو نظرية الاقتباس النصي في الدرس اللغوي من نظرية أو نظام التوظيف اللفظي أو التضمين اللفظي كما يعتقد شعراؤنا مثلا في أنهم يضمنون الآية بنصها أو بمعناها، لأن أهل البيت عليهم السلام وكلكم يعرف والجميع يدري أنهم يقولون في كلامنا محكم ومتشابه لفظي ومعنوي، فهو كالقرآن لأنهم من القرآن. وآخر دعواي وعذراً عن الإطالة أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وطوبى لي أني أقف عند أبي الفضل حاسراً وخجلاً في أن أقول في أحد أبناء عمومته ما لا يجوز لي ولا يباح، وصلى الله مرة أخرى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع وعذرا عن الإطالة والإسهاب. شكرا جزيلا لجناب السيد الدكتور حسام الياسري على هذه الإفاضة اللغوية. لا أهلا ومرحبا بكم، ونفتح باب النقاش من السادة الفضلاء المتداخلون، ونبتدئ بالسيد أم بالشيخ؟ نبتدئ بآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شرف لي أن أتكلم أن أسمع وأن أجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا في هذه القاعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا جميعا. حقيقة هي تساؤلات. الأول أنا أسأل، هل يريد الباحث أن يحكم استعمالات أئمة أهل البيت سلام الله عليهم لهذه الألفاظ مع دلالاتها على النظريات اللغوية والنحوية والصرفية التي سبقت هذه الاستعمالات؟ هذا أولا. وثانيا، قداسة النص فرضت على الباحث أن ينقل لنا الصورة الجميلة الإيجابية. سؤالي هذا، هل توجد إشكالات؟ هذه مسألة جدا مهمة. هل توجد إشكالات على هكذا نوع من الاستعمالات، خصوصاً أنت تكلمت في أكثر من مساحة، يعني مساحة دراسات في فقه اللغة، في الألسنيات، في الاستعمالات هذه الدلالات النحوية والصرفية. فالسؤال هنا، هل توجد إشكالات على هكذا استعمالات من أصحاب الفن؟
شكرا لكم. شكرا جزيلا سماحة السيد على هذين السؤالين في محور التعبير اللغوي والنص. فأما السؤال الأول سيدنا الكريم وهو هل يباح لنا أن نحكم المناهج اللغوية أو التعبيرات اللغوية التي فرضت سابقا على نص نعده مقدسا؟ أنا هكذا فهمت السؤال. في الحقيقة يوجد صراع معروف أيهما حاكم على الآخر، النص القرآني، نتجاوز نصوص أئمة أهل البيت باعتبارها نصوص مقدسة وكذا، النص القرآني النص مقدس واضح صح. الآن عندما توجد هناك بعض الإشكالات الموجودة في هذا النص وكما هو معلوم لأصحاب الاختصاص، هل هذه الإشكالات تحكم على النظريات والقواعد الموجودة عند النحويين سابقاً أو بالعكس؟ هذا السؤال. أحسنت. بمعنى أن لكل نص مقدساً كان أو غير مقدس نمط وطبيعة من الاستعمال والتعبير، فيما فرضه اللغويون من آليات للتعبير ومناهج لتحليل النصوص وإمكانيات لكل ناس، ينبغي علينا سيدنا العزيز أن يكون لكل نص آلية ومنهجية تحل الإشكال فيه، خاصة فيما يكون فيه الإشكال لغويا، على سبيل أن هناك قواعد للغويين أو للنحويين فرضت على النص المقدس قرآنيا كان هذا النص، ومن قبل كانت الدعوة وما تزال إلى أن نضع للنص القرآني قواعد خاصة به. كذلك الحال لنصوص أهل البيت التي صح صدورها عنهم لفظا ومعنى، ووقع فيها ربما من حسام عدنان إشكالا في طريقة التعبير نكتة لغوية معينة، ينبغي أن لا يسلط عليها، وهذه الدعوة ينبغي أن تكون مستمرة حتى على كلامهم عليهم السلام، أن لا تسلط نصوص ومقولات لغوية سابقة على تعابير من قبيل التعابير اللغوية المقدسة. لذا ينبغي أن يكون النص هو يصنع قواعده، هو الذي تستنتج منه القواعد، سواء كانت نحوية صرفية من قبل من بعد، لغوية معنوية. ودأبت العتبة العباسية المقدسة بأساتيذها وملاكاتها العلمية أن تستقرئ كلامهم، والتجارب كثيرة في ذلك، أن تستقرئ وتضع قوانين لهذه المقولات، بحيث ربما نبتعد شيئا ما عن مقولات سابقة نسجت على أساس شعر، على أساس نصوص غير القرآن وغير مقولات أهل البيت، حتى نكتشف لهذه المقولات، وهي فكرة في البحث أيضاً، أن نكتشف لها معان. ربما كلمة الحرون في كلامه عليه السلام فيها تطور من المعنى والدلالة لم تسجلها المعجمات العربية، هذا الذي تدور عليه الفكرة، لأن لكل نص ومنه نصهم عليهم السلام حكم وقاعدة وأسلوب تميز وتتميز به. ولذلك كانت الفكرة أن نطرح نظاماً أو نظرية لنظم مقولاتهم عليه السلام أشبه بنظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني أو على منوالها. أما السؤال الثاني فهو في هل ثمة إشكاليات على هكذا استعمالات سيدنا العزيز؟ سيدنا العزيز هو بالتسليط المقولات التي ورثناها عن اللغويين رحمهم الله من علماء العربية الأكارم القدامى، من الطبيعي أن نجد بعضاً من الإشكاليات أو بعضاً من خروقات هذه المقولات، لكن هم الباحث سواء كان الجالس بين أيديكم الكريمة أو غيره أن ربما يتطابق أو يتعاقب أو يتجاوز لتثبيت المزايا والإيجابيات التعبير اللغوي. شكراً جزيلاً وعذراً لإطالة.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخنا العزيز مصطفى مصري العاملي. دكتور العزيز، أجبتم بما أجبتم به سماحة السيد حول ما تناوله من أسئلة حول المضمون، ولكن ما سأتحدث عنه يتناول الشكل وليس مضمون البحث. طبعا النفس تأنس عندما تستمع إلى حديث ليس فيه لحن، والأذن تطرب لذلك، خلافا لما يحصل أحيانا من خدش في أذن السامع نتيجة اللحن في القول. هذا بناحية الشكل. أما ما تفضلتم به فقد توقفت عند مفردة وردت في بداية كلامكم بلحاظ المعنى، قلتم أقول ما لا أجيزه، فكيف أجزتم لأنفسكم أن تقولوا ما لم تجيزوا؟ أحسنت شيخنا، أعزك الله، ولا أدعي أنه من باب التواضع بقدر ما أني لا أمتلك الحكم القطعي في أنه قال كذا، فظني وحكمي ظني في كلامه، فلا أجيز لنفسي متواضعا. وأنتم أساتذتي الكرام جميعا، وشرف لي بينكم أني أقول في كلام الإمام ما كنت أحتمله، وكله احتمال خاضع للأخذ والقول والرد. عزك الله شيخنا الكريم وأعتذر. عفوا جناب دكتور كريم. أستاذنا الدكتور. دكتور كريم عفوا، قبلكم شيخي. أذكر الأستاذ الدكتور. تلميذك دكتور، تلميذكم. بارك الله فيك على هذا التقديم الجيد واللغة الجيدة. لدي عدد من التساؤلات وإجابة عن استفسار السيد، من أن النصوص هل تحكم فيها القواعد أم أن القواعد هي التي تتحكم في النصوص؟ أقول إن النص القرآني ونصوص الأئمة عليهم السلام هي التي تكون أساساً لبناء القواعد النحوية واللغوية، لأنهم أصحاب الفصاحة، ولأنهم هم الذين ينطقون بالحق ولا يدانيهم أحد في نصوصهم. هذا في الإجابة المختصرة عن هذا الاستفسار. أما فيما يتعلق بالبحث فكنت أتمنى من الأستاذ الباحث أن يكثر من الأمثلة والشواهد من كلام الإمام، لكي يكون التعبير تعبيراً واسعاً ومتنوعاً. أما أن يبنى البحث على نص واحد أو مقولة واحدة فهذا قد يخل في البحث. الجانب الذي تحدثت عنه في عصر الاستشهاد ذكرت مثالا له ابن جني. ابن جني لا يعد مثالا للاستشهاد بعصور الاستشهاد لأنه ليس شاعرا أو ناثرا أو أديبا، وإنما هو رجل أعجمي وهو باحث وليس بشاعر. أما نظرية النظم فأعتقد أن نسبتها إلى الأئمة المعصومين. نظرية النظم هي اجتهاد في دراسة النص القرآني، منسوبة إلى عبد القاهر الجرجاني. أما الأئمة المعصومون فأقوالهم هي التي تنطبق عليها هذه النظرية أو غيرها من النظريات. فيما يتعلق باسم الفاعل، اسم الفاعل لا يؤول حبيبي الأستاذ الدكتور، وإنما يقوم اسم الفاعل مقام غيره، يعني يقوم مقام اسم المفعول الصفة المشبهة وغير ذلك من المشتقات. وردت لديك كلمة
أحببت أن يستفيد الحاضرون منها، وهي تتكرر كثيراً، وهي كلمة يستقرئ. يستقرئ غير صحيحة، وإنما نقول يستقري بالياء، والمصدر فقط هو المهموس. وشكراً. حسنت. شكراً جزيلاً أستاذنا الكريم دكتور كريم حسين ناصح، الذي يتشرف بأن أكون تلميذه ولما أزل. وفي الواقع إني على حياء أن أجيب أو أرد عليه، مع رغبتي في أن يسمح لي أن أجيب بإيجاز. كلامه دقيق، وهو حاكم علي علميا، وهو أستاذي في أن اسم الفاعل، وأبدأ من الأخير، أن اسم الفاعل لا يؤول، وإنما ينوب عن غيره من المشتقات. هذا الأصل، وربما في نظرية عبد الفتاح الحموز التأويل النحوي في القرآن، أن أسماء المشتقات قد تؤول، فقدير بمعنى قادر، وإن اختلفت الآراء فالأصل ما قاله أستاذنا الكبير دكتور كريم. نظرية النظم، لعلي أخطأت في التوصيف، هي ليست للأئمة عليهم السلام، قلت إن للأئمة أقوالاً هي بحاجة إلى نظرية نظم كالتي، وهنا كنت مخطئاً، وضعها عبد القاهر الجرجاني نظرية لفهم مزايا التعبير القرآني. فما دام أن كلامهم هو القرآن مع اختلاف التعبير واللفظ أحياناً، وللقرآن نظرية نظم كانت سبيلاً لبيان وإثبات إعجازه لغوياً، فيمكن أن نضع لكلامهم نظرية نظم اقتباساً. وفي السؤال أن ابن جني لا يعد مثالاً، نعم هو متأخر وهو باحث، لكن ما هو علم مشهور أردت أن أستدل به، وللسادة حق الخمس في الوقت، مع أني لا أبيح لنفسي ولا أقدر أن أتجاوز الوقت. شكراً وامتناناً. تجاوز الوقت، وبالتالي كان هذا على حساب المتداخلين، فضلاً عن أن الميسرة أشارت بأني منحاز إلى الميمنة، فأستميح الميمنة والميسرة عذراً بأني سأنهي المداخلات، ومن يريد أن يتداخل فبعد الجلسة مع الباحث الوقت موفور إن شاء الله. شكراً لجناب السيد الدكتور حياة.